ايثما سويثما السلام عليكم ازول اخواني اخواتي السلام عليكم اولا غنسور شوي سد بعد ذلك غنسور اللغه العربيه بالنسبه للمهم ينير غاس الشك بان الصفحه وتيبوينو روخا تاكدا بأن الصفحة ينو ا موخذ سنا مي راه غاي الصفحة هادا مزيكا عاوتير هاداك سخطا زي راه غاي تقريبا 5000 خمسالاف نعاميض ألف متتبع، لكن المخزن دا سيعجب شي تصريحات ينو دا سيعجب شي أيناث الأسلوب الني التوعية من التوعية, من التوعية الفضح السياسة رمخزن تقاريف. لهذا هذا يستخدم جميع الوسائل باش هذا يثبت الحساب نيو على يثبت ديف لان مخنسن قيصغ ديري صغاد اجل البروغرامي صغي تقريبا حتى اه زي زي درافين مليار سنتيم ريسغفي في بريطانيا خصيصا باش هذا تجسس باش هذا هذه الحرب الالكترونيه الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي أن نضيف الطحن ان طبعا ذا سي الخدمه ثنين سنيت في المناطق نظن لهذا دل. للاسف ان الصفحه نظام زياد هي مجموعه من المحاولات باش لكن إناث ويضغشي باش تدار روخا الجديد صفحة جديد صفحة اذا صفحة اينو اموخ زارم نهارا إناث قزارم قيا ذا يا بندرا المقاومة جمهورية اتحاد قبائل الريف طبعا راية المقاومة ذا الراية الامازيغية لان مغزارة غدا غاي الاصدقاء بزاف قال <سؤال> مناطق نظن من الاحسن <سؤال> نسيور راس اللغه العربيه <سؤال> باش اذا نفهم من كرشي لان طالما <سؤال> ان شني خصنا غدا تو توضى كرشي لان المعطيات مهمه زو خصنا نسيو المهم ماشي مشكل لان شي مرض نجي لقاء داخلي جان غير يمكن نسيو رصد مزيغت ولكن نشني أن رصد عاب حم جنو فان سيو رصد جرين جن لغات فهمت كرشي باش طاو تبرت النغ ايناث اكبر عدد ممكن نيودان للمواطنين سواء جاري في ناقل المغرب نغى على إخواني أخواتي كما ترون بأن الآن خلفية خلفية هذا المباشر تختلف عن عن العادة بحيث كما ترون هناك مقاومة هناك راية راية المقاومة مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي وهناك راية الأمازيغ وقد تعمدت جعل الخلفية هكذا أولا الراية الأمازيغية تضامنا مع إخواننا الأمازيغ في باقي المناطق المغربية الذين يتعرضون للمضايقات هناك مضايقات حقيقة وهناك نوع من التمييز العنصري يمارس في حقهم وقد تتبعنا ذلك من خلال مجموعة من الفيديوهات والصور المنشوره عبر صفحات التواصل الاجتماعي بحيث تم منع مجموعه من الاشخاص من رفع الرايه الامازيغيه وتم ذلك في الملاعب وفي المناطق في الاماكن العموميه وهذا يعتبر تمييز عنصري ضد أه طبعا الامازيغ هم السكان طبعا الاصليون للمغرب وهم الاغلبيه المكونه للشعب المغربي وبالتالي حرمان الامازيغ من رفع الرايه الامازيغيه الذي يعبر عن الثقافه الامازيغيه ويتم رفعه في جميع المناطق الامازيغيه في شمال افريقيا وفي طبعا في بعض الدول الإفريقية حيث يتواجد الأمازيغ منع من رفع هذا العلم وقد كير لاحظنا كيف الشرطة تقوم بمنع المواطنين من رفع هذا العلم يعتبر تمييز ويعتبر يتناقض مع ما ينص عليه الدستور من إعتبار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في البلاد وكذلك يعتبر يعتبر تراجعا خطيرا وهذا السلوك لم يمارس حتى من طرف في بعض الاحيان من طرف المستعمر الفرنسي والاسباني بحيث كان يحترم الهويه الثقافيه للشعب المغربي وهي الهويه الامازيغيه بالدرجه الاولى ففي استفزت حقيقه ان عندما لاحظت الشرطه تمنع وتنزع هذا العلم الذي يعبر عن الثقافه الامازيغيه تمنع المواطنين من رفع هذا العلم لهذا نندد بهذا السلوك ونعتبره تمييزا عنصريا يرقى الى ممارسات التي كان تفوق ربما الممارسات التي كان يقوم بها المستعمر الفرنسي والاسباني للقضاء أو لتغيير الهوية الثقافية للمجتمع المغربي هذا من جهة من جهة ثانية علم المقاومة علم المقاومة كما تعلمون جميعا تعمدت رفعه الآن في هذا الخلفية المباشر تضامنا مع إخواننا المعتقلين في الدار البيضاء وكذلك باقي المعتقلين في الحسيمة في منطقة الريف بحيث حكموا من ضمن الأسباب التي اتهموا من أجلها بالانفصال هي رفع علم المقاومة علم المقاومة هذا جزء من التاريخ تاريخ منطقة الريف بل أكثر من ذلك هو جزء من تاريخ المغرب ككل ولا يمكن تغيير التاريخ ولا يمكن تزوير التاريخ فهو علم للمقاومة ومن حقنا أن نفتخر به ومن حقنا أن نرفعه ولا يمكن ولن نسمح لأحد أن يتابع أن يتابعنا ويحاكمنا من أجل تهم وهي لمجرد أن قمنا برفع هذا العلم هذا العلم هو علم جمهورية اتحاد قبائل الريف التي أنشأها محمد بن عبد الكريم الخطابي بين سنة 1921 و 1926 وكان يهدف الى تحرير المغرب بكامله من المستعمر الفرنسي. وتعرفون جيدا بان محمد بن عبد الكريم الخطابي هذا الكيان الذي انشاه محمد بن عبد الكريم الخطابي كان يهدف الى طبعا والى تحرير المغرب بكامله وقد كان يشرف على تنظيم وتاطير وتوجيه المقاومة التي كانت تخوضها قبائل الأطلس المتوسط خاصة قبائل سخمان وبالتالي هذا العلم نرفض ونرفض بشدة أن يتم متابعة مجموعة من المعتقلين بتهم تتعلق بالانفصال وبتهديد سلامة الأمن الداخلي لمجرد أنهم قاموا برفع عالم المقاومة، علم محمد بن عبد الكريم الخطابي أو أنهم لمجرد أخذوا صور مع هذا العالم، وبالتالي اليوم قررت رفع جعل الخلفية من هذين العلمين اللذان نفتخر، الرمزان اللذان نفتخر بهما. هذا من جهة، من جهة ثانية أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جدا وهي أن المحاكمة نسمع أن هناك المناقشة التي استمرت لأكثر أكثر من أربعين جلسة خصصت للمناقشة للمناقشة والهدف من ذلك هو إظهار أن هذه المحاكمة عادلة في حين أنه حتى ولو أتيحت الفرصة من ضمنهم نصر الزفزافي أعطيت له خصصت له أكثر من 11 جلسة 12 جلسة جلسة استماع خاصة بناصر الزفزافي والآن يتم الاستماع لنبيل أحمجيق وجلسات الاستماع وصلت إلى أكثر من أكثر من 44 جلسة ولكن هذا طبعا سوف لن يضفي صفة المحاكمة العادلة على هذه المحاكمة. ومجموع الجلسات الآن وصل إلى حوالي 62 جلسة. وبهذا العدد يجعلها محاكمة القرن، يجعل منها محاكمة القرن. محاكمة بحيث أظن وفي معرفتي المتواضعة.. أن المغرب لم يعرف محاكمة بمثل عدد هذه الجلسات حتى محاكمة اكديمي لم تبلغ هذا العدد هذا العدد من الجلسات ربما نصف هذا العدد من الجلسات لم تبلغه محاكمة اكديمي بل حتى المحاكمات التي كانت تجرى في الثمانينات لم تبلغ هذا العدد 62 جلسة من ضمنها 13 جلسه خصصت للدفعات الشكليه هذه الدفعات الشكليه للتوضيح فانها انصبت على التعذيب الذي تعرض له المعتقلين على الخروقات التي تمت اثناء البحث التمهيدي واثناء الحراسه النظريه على الاكراه والعنف الذي مورس على المعتقلين اثناء اثناء البحث التمهيدي على احترام على عدم احترام حقوقهم المنصوص عليها في قانون المسطره الجنائيه وبالتالي كان طلب الدفاع هو الغاء وابطال هذه المحاضر الا انه نفاجا بعد 13 جلسه نفاجا بان المحكمه قررت عدم استجابه للطلب وضم هذا الطلب إلى الجوهر بمعنى اعتماد المحضر كحجة أساسية في المناقشات وفي المحاكمات وبالتالي تيقنت كمحامي وكرجل قانون وكعضو هيئة الدفاع بأن هذه المحاكمة غير عادلة بل أكثر من ذلك وفي رأيي الشخصي أعتبرها مسرحية مسرحية وأتحمل كامل المسؤولية عليها لماذا أقول مسرحي؟ انه 13 جلسه ونحن نؤكد للمحكمه التعذيب التعذيب موجود في محاضر الاستنطاق التفصيلي والابتدائي من طرف سيد قاضي التحقيق وموجود في الملف المحكمه والنيابه العامه لم تحرك ساكنا باستثناء بعض بعض الخطوات البسيطة جدا خاصة فيما يتعلق بالملف بالفيديو المتعلق بتعرية ناصر الزفزافي مع العلم أن هذا جميع المعتقلين يؤكدوا بأنهم تعرضوا 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 للتعذيب وللتعرية والتصوير أثناء فترة البحث التمهيدي أين النيابة العامة من هذا الموقف؟ نريد موقف صريح. نريد نحن نحن يعني الاستماع إلى استماع إتاحة الفرصة للمتهمين قصد التعبير عن تصوراتهم وآرائهم وانطباعاتهم ومشاعرهم شيء جميل. لكن لا تتحقق المحاكمة بإتاحة الفرصة للمتهمين بالتعبير عن آرائهم. نحن طالبنا بإبطال المحضر لأن المحاكمة العادلة تبتدئ من لحظة إلقاء القبض على المتهم وما يجعلنا نقول بأن المحاكمة غير عادلة هي عدم احترام الضابطة القضائية لحقوق المتهم والتعذيب كذلك الذي نتعرض له وعدم فتح أي تحقيق جدي في التعذيب الذي تعرض له المعتقلين وهناك ما يسمى بعصام البوزيد البوشيخي الضابط الممتاز الذي أصبح عميد شرطة وقيل بأنه نقل إلى الميناء المتوسطي إلى جهة طنجة ذكر أكثر من مائتين ش... من مئتين من... من مائتين مرة ذكر في الحسيمة كان يشرف على تعذيب المعتقلين عذب بشكل بشع ربيع الأبلق عذب المعتقلين وقد اشاروا ذلك في المحضر نياب العامة لم تحرك ساكنا لم يفتح اي تحقيق في مواجهته قدمت شكايات في مواجهته ايه عداله تبحثون تقولون ايه محاكمه والمعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب مضمن في المحضر هناك من شرع في اغتصابه وحضرت القرعه فتم نزع ثيابه أساليب تشمئز النفس من ذكرها وتقولون محاكمة عادلة أية محاكمة عادلة شخصيا ويشاطرني الإخوان مجموعة من الإخوان بما فيهم عائلة المعتقلين لن أعترف بأي حكم يصدر عن هذه المحاكمة العادلة إلا في حالة الإفراج على جميع المعتقلين دون استثناء لأن المحاكمة سياسية. محاكمة المحكمة منحازة وقد لاحظت ذلك في المحكمة وكنت أحضر الجلسات. ذات يوم كنت أتدخل ووصفني القاضي بأنك تمارس التشويش. لأننا نقول الحقيقة وقد عبرت لزملائي من الدفاع بأن المحاكمة مسرحية لأن هناك شخصين هناك أشخاص هناك خمسة إلى غاية أكثر هناك مجموعة من الأشخاص حتى لو أخذنا أخذنا ما ورد في المحضر حتى على المحاكمة على علتها الغير العادلة فكان بالإمكان يعني أن يكونوا خارج في الخارج هناك أشخاص يتحكموا على جوج تدوينات وما زالوا الآن 11 شهر رهن الاعتقال الاحتياطي كتقولنا قلنا محاكمة عادلة يحاكمون الأشخاص على جيم يحاكمون الاشخاص على اخذ الصور مع هذا العلم الذي ورائي مع اخذ الصور مع محمد بن عبد الكريم الخطابي للاسف شخصيا لا اعترف بهذه المحكمه هي محكمه هدر الوقت وتضييع واستنزاف لطاقه العائلات العائلات يتنقلون يوميا الى الدار البيضاء محاكمات يوميه، معاناه يوميه لعائلات المعتقلين، سيسجلها التاريخ والشعب المغربي يعرف ذلك. تم تسخير طاقات هائله للتضليل ولاخفاء الحقيقه لدرجه حتى النيابه العامه بدل من فتح تحقيق نزيه ومعاقبه كل من يثبت تورطه. في التعذيب وفي الاهانات وفي المعاملات القاسيه واللا انسانيه التي تعرض لها المعتقلين يقول بان هذا يدخل في اطار حق المتهمين في الكذب يا للعجب للاسف ان ذلك الشخص الذي يسمى عصام البوزيدي مذكور في المحاضر مذكور أشرف على التعذيب يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية إذا كانت هناك دولة يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وبالتالي أقول بأنه لا تغرنكم الجلسات العديدة وإتاحة الفرصة لناصر الزفزافي وإتاحة الفرصة لنبيل أحمجيق هذه محاوله لاضفاء الشرعيه وكون المحاكمه عادله في حين انها ليست عادله وقد تاكد لي ذلك عندما تم رفض آآ 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 عدم استجابه لملتمس الدفعات الشكليه وتاكد لي بالملموس عندما يت... لم يتم فتح اي تحقيق جدي في 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 في, في تصريحات التعذيب التي تعرض لها المعتقلين كيف يعقل انه نسمح بهذه الممارسات وقد سمعناها اكدوها المعتقلين امام المحكمه التهديد بالاغتصاب بالقاروره والخطاب هنا موجه للمسؤولين هل نحن حقيقه يعني هاد الناس ما يحشموش كيف يعقل ان الناس تعرضوا للاغتصاب ومحاوله الاغتصاب وهتك العرض والعنف والشروع في الاغتصاب وغير ذلك من ممارسات الانتهاكات الجسيمه التي عرفها المغرب ونحن ما زال يعني تلك الوجوه التي لا تستحيي ما زال نسمع بين الفينة والأخرى محاكمة عادلة وتم الاستماع إلى ناصر الزفزافي وتم الاستماع إلى نبيل حمجيق وصرح وصرح وما بعد ذلك نحن أمام محضر لم تحترم فيه الحقوق والحريات. أقول بأنه يجب أن أن يتدخل المسؤول السياسي الأول في المغرب لوضع حد لهذه المهزلة. لأن هناك تكرار لسنوات الانتهاكات الجسيمة. هناك تكرار للمحاكمات التي عرفها المغرب في الانتهاكات الجسيمة. واكثر من ذلك والمس ذلك وقد لمست ذلك ان المحكمه غير مستقله ان المحكمه غير عادله المحكمه منحازه الى جهه النيابه العامه منحازه الى جهه لا 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 الاحزاب السياسيه المشكله للحكومه منحازه الى جهه الادعاء وهذا يتجلى من خلال من خلال مجموعة من 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 المسائل عدم فتح تعذيب عدم فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لجلسة جوج واحد 2018 رغم أن هناك محامون يؤازرون هناك العشرات من المحامون يؤازرون تم تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية كإجراء احتياطي لجلسة جوج واحد 2018 بتاريخ 26 واحد 2018 قررت المحكمه الابقاء على هذا القرار الابقاء على قرار التعيين محامون في اطار المساعده القضائيه الى حين انتهاء المناقشه يا سبحان الله هناك اكثر من من 20 محامي الان يؤازر ورغم ذلك هناك قرار هناك قرار تعيين محامين في اطار المساعده القضائيه بمعنى حتى اذا بغى ما عجباتوش المحاكمه لهذا الدفاع اللي كاين حاليا ما عجباتوش انسحب راه عندنا الناس اللي غادي يخدموا المخزن المحاكمه ديال المخزن عندنا المحامون في اطار مساعده قضائيه طبعا المحامي اللي غيكون في اطار مساعده قضائيه ما مطلعش على الملف وما عرفش شنو كان اكثر من ذلك انه في الجلسه ديال 23 3 -20 2018 المحكمه اصدرت قرار بعدم طرح الاسئله المتعلقه باحداث بني بوكيدارم والجميع يعرف احداث بني بوكيدارم احداث بني بيكو بني بوكيدارم التي وقعت في, في 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 فبراير 2017 التي جاءت بعد منع تخليد ذكرى ذكرى وفاه محمد بن عبد الكريم الخطابي والجميع يعرف وقد تتبعنا ذلك على المباشر كيف ان القوات العموميه والتي اسميها القمعيه وقد تبعت على هذا المصطلح بإهانة وأنا أؤكده أنها قوة قمعية قوة عمومية أسندت بها لها قوة مهمة قمعية لاحظنا كيف أنها استفزت الآمنين وروعت الأطفال بالليل وفي الثاني عشر ليلا وكانوا الأطفال يصرخون وكان هناك اقتحام للمنازل وكان هناك لتكسير وقد لاحظنا في بعض الفيديوهات ان هناك تكسير للانارات العموميه حتى لا حتى لا يتم التصوير وتكون هناك فيديوهات شاهده على ما حدث في بني بوكي دار في فبراير 2017 بالاضافه الى كل هذا ان ان المحكمه يعني المحاكمه الان هي محاكمه غير عادله وسنظل نطالب شخصيا تقدمت بشكايات بشكايه الى السيد الوكيل العام بالحسيمه تخص تعذيب تعذيب التعذيب والمعاملات القاسيه واللا انسانيه التي تعرض لها المعتقلي امزور وعددهم 14 لحد الان لم تحرك لم يحرك ساكنا السيد الوكيل العام ربما فتح تحقيق لكن لا لا لحد الان اي نتيجه تقدمت كذلك بشكاية في مقتل عماد العتابي إلى السيد الوكيل العام وطلبت فيها طلبت فيها طلبت من خلالها الاطلاع الاطلاع على مجموعة الاطلاع أولا على سكانير الدماغ الذي أنجز للشهيد عماد العتابي يوم عشرين 20 يوليوز في مستشفى محمد الخامس بالحسيمة طلبت في هذه الشكاية الاطلاع على تسجيل الكاميرا الذي يوجد كان يوجد في مكان الحادث في الخيرية في افازار حيث قتل عماد العتابي طلبت الاطلاع على الكاميرات التي كانت مثبتة في مدخل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة طالبت باستخراج الجثة وإجراء تشريح طبي ينصب على نوعية الجسم الذي اخترق الدماغ وذلك عن طريق خبراء فرنسيين أجانب وأكدت في الشكاية على احتمال الإصابة بطلق ناري ولدي حجج وقراء قوية جدا تفيد بأن عماد العتابي أصيب بطلق ناري من مسدس على مستوى الرأس يوم 20 يوليوز أطلق من قبل من قبل القوات العمومية التي كانت في مواجهة مع كانت في مواجهة مع المحتجين يوم 20 يوليوز مساءً ولدي الأدلة والحجج ومن أراد ذلك سأعطيه الحجج لحد الان شكايات لم تحرك ساكنا والاكثر من ذلك انني تبعت تبعت بتهمه اهانه القوى العموميه لان بشكايه من وزير الداخليه شخصيا يتهموني بإهانة القوى العمومية لما ذكرت في الشكاية بأن هناك يعني احتمال طلق ناري أطلق من طرف القوات العمومية في مواجهة المحتجين فأصيب الشهيد عماد العتابي قياسا على هذا أنه كل من يحتج كل من يحتج مطالبا بحقوق إقتصادية إجتماعية يتم التعامل معه بالقمع وبالإعتقال وبتوجيه التهم وقد لاحظنا كيف أن ساكنة جرادة رغم أنهم يرفعون العالم يرفعون العالم ويرفعون حتى صور الملك لكن لاحظنا كيف تم التعامل معهم وتم اعتقالهم ومحاكماتهم والتعامل معهم باكثر بقسوه اكثر من ذلك انه عاهدنا هذا هاد الناس يصفون ابناء الشعب اما بالاوباش او بال او بال أو, بال او بالعدميين او بالانفصاليين او بالخونه والآن يوصفون بالمداويخ، يعني هاد المسؤولين هادو لا يعرفون إلا لغة السب في مواجهة أبناء الشعب الذين يطالبون بحقوقهم، بدل من إنصات للشعب، والاحساس بمعاناته يتم وصفهم بالـ بالـ بالاوباش وبالعبثيين بالعبثيين وبالـ وبالخونه والانفصاليين وبالمداويخ. وهذا هذا ينزع الشرعيه اصلا التي ليست لديهم اي شرعيه. ينزع الشرعيه عن تلك الحكومه وعن ذلك المسؤولين فهم لا يمثلون الشعب المغربي. لا يمثلون الشعب المغربي يمثلون فقط مصالحهم مصالحهم الضيقه ويسعون جاهدين بجميع الوسائل الى الحفاظ على المصالح الضيقه وعلى وعلى النهب خيرات الشعب للاسف ان نحن نقول اؤكد دائما اؤكد بان المقاربه الامنيه واعتماد الاسلوب القمع والاسكات فيه مخاطره فيه مخاطره حقيقيه وواهم من يظن واؤكدها واهم من يظن واوجهها الى الى المسؤولين الذين يؤمنون بهذه المقوله واهم من يظن بانه بالقمع والاعتقالات والمحاكمات وبسب ابناء الشعب واهانتهم ووصفهم باوصاف قدحيه وأصف واوصاف مهينه قادر على على الحفاظ على على هبه الدوله. اي هبه هاته التي تحقق بالعنف وبالقمع وبالاعتقالات وبكسر اراده الشعب في الحصول على حقوقه والمطالبه بحقوقه المشروعه. ونحن نعيش طبعا وان كان يعني انا بصدد تقديم طلب اللجوء السياسي، يعني اعرف هنا هنا الدول تحترم الانسان وتحترم اراده الشعب وتحترم المواطنين وتحترم حقوقهم وهذا ما يكسبها الهبه والمصداقيه والاحترام المتبادل من طرف الشعب. اما القمع بالعكس يؤدي الى عدم احترام مؤسسة مؤسسات الدولة والى الى 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 الكراهية والى الاحتقان وهذا لا قدر الله قد يحقق وضع تصبح البلاد بكاملها علبة كبريت في يد عفريت ونحن نعرف جميعا نعرف جميعا الاسباب الحقيقيه التي ادت الى ما يحدث في باقي الدول الدول سواء العربيه او شمال في شمال افريقيا فالكل كان يظن بانها مستقره وانها وانها يعني كان الرؤساء يحصلون على 98.98% 98 الا ان ذلك كان مجرد وهم مجرد مجرد سحابه دخان هذا كذلك بالنسبة للمغرب ويجب ألا يغتروا ألا تغتروا بالقوة وبثروة التي كسبتموها على ظهر الشعب وعن طريق النهب وعن طريق السرقة وعن طريق النهب خيرات الشعب الذي يعاني الويلات مع 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 الصحة ومع التعليم ومع الفقر ومع الجهل. لهذا لهذا اؤكد بان الحل يحل لما يحدث ووضع حد لما يحدث في منطقه الريف يجب ان يكون حلا سياسيا وليس عن طريق المحاكمات طبعا قد نفاجئ باحكام قاسيه في مواجهه هذا شيء طبيعي الا اذا كان هناك حل سياسي لهذه المساله والتاريخ طبعا يعيد نفسه لهذا نقول انا شخصيا اقول بان اخواني المعتقلين في 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 الدار البيضاء وفي الحسيمة وكذلك منطقة الريف وكذلك باقي الاحرار في جميع المناطق المغربية الاخرى فانني اعاهدهم بانني لن اتخلى عنهم لن اتخلى عن اخواني في منطقة الريف ولن اتخلى كذلك حتى عن على اعتبار ان لدي التزامات ولدي اصدقاء ولدي كذلك اخوان ومناضلين من مختلف المناطق المغربيه طبعا نشترك الهم ونشترك الافكار ونشترك ونتشارك كذلك الاهتمامات فإننا لن نتخلى عنهم ونؤكد بأننا سنظل وفيا 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 لـ لـ طبعا لروح المقاومة السلمية وأؤكد دائما على المقاومة السلمية المقاومة السلمية ومن ضمن هذه المقاومة السلمية طبعا هذه المقاطعات هذه المقاطعات ونتمنى ان لا يستغلها احد من اجل اغراض خاصة فالمقاطعة اسلوب حضاري واتمنى ان يمتد الى جميع منتوجات الهولدينغ الملكي التي ينتعش منها المحيط الدائرة الأولى التي تقف وراء ما يحدث حاليا من قمع من قمع ومن ومن اعتقال ومن محاكمات فمن حق الشعب ان يستفيد ان يستفيد من ثرواته من فوسفات ومن الذهب تعلمون بان مداخيل الفوسفات تصل الى خمسه ملايير اورو سنويا مع العلم أن شركات الفوسفات غير مسجلة في البورصة مما يتيح الفرصة وهناك إصرار على عدم إدخالها للبورصة حتى تظل حتى يظل رقم معاملتها مبهما ومداخلها ومداخلها مبهمة وبالتالي يتيح الإمكانية للتصرف فيها ونهب هذه خيرات الشعب على اعتبار أن الفوسفات هو ملك للشعب ومن حق الشعب أن يستفيد من هذه المداخيل التي التي تعتبر بالملايير خمسة ملايير أورو سنويا أين تذهب؟ أين تذهب؟ ومن حق الشعب أن يستفيد من هذه الثروات هناك الذهب كذلك وقد سمعنا بانه ينصر يرسل الى دول الخليج بعد بعد طليه بالنحاس انه استنزاف لثروات البلاد ونهب من طرف فئه قليله في حين ان فئات عريضه من الشعب تعيش الحرمان والفقر وكذلك الحرمان والفقر والجهل والمعاناه لهذا اتمنى ان هذه المقاطعه تستمر للاطاحه برموز الفساد ورموز التحكم الذين يهيئهم المخزن للمستقبل وكذلك ان تمتد الى الهولدينغ الذي يحتكر يحتكر مجموعه الى الهولدينغ الذي الملكي الذي يحتكر مجموعه من المنتوجات لدرجه اصبحنا بمثابه زبناء زبناء لهذا الهولدينغ. واؤكد انه يجب الافراج على جميع المعتقلين جميع المعتقلين في منطقه الريف الذين طالبوا بحقوق اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه ووقف هذه المهزله وهذه المحاكمات البعيده كل البعد عن عن عن, عن المحاكمه العادله وعن القانون. واقول بان نحن قادرين ان شاء الله على جعل منها قضيه دوليه. واؤكد واؤكد ذلك سنجعل منها قضيه دوليه اذا لم يتم الافراج على جميع المعتقلين. ونحن مستعدين لذلك. وقد نضطر وان كنا لا نريد ذلك. قد نضطر الى اللجوء الى القوانين الدوليه. بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. لاننا سنكون بان سنكون تحت الاضطهاد ولا يمكن ان نستمر تحت الاضطهاد. لهذا لهذا نؤكد بان كل ما يحدث حاليا هو انتهاك هو تكرار لما حدث في 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 سنوات الجمر والرصاص. اوقفوا هذه المهزله وافرجوا على جميع المعتقلين من منطقة الريف ومن جرادة والمتعاطفين من الجنوب ومن باقي المناطق المغربية ويجب محاكمة يجب على من وصف الشعب بالخونة وبالانفصاليين وبالعدميين وكذلك ومن يصفهم الآن بالمداويخ أن يعتذر للشعب المغربي ونقول لذلك الشخص أنت هو اللي مدوخ مش الشعب وانت لا تمثل الشعب ولا تستمد شرعيتك من الشعب ولا تمثل الا نفسك حقيقه هناك الكلام الكثير الذي يجب ان يقال في هذه المساله لهذا لهذا حقيقة نحن كنا نسعى دائما نسعى قلنا بان وضعنا قطيعه مع ممارسات الانتهاكات الجسيمه والشعب يطمح الى عهد جديد والى دولة الحق والقانون والى غير ذلك الا الا انه تبين بان ذلك مجرد 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 سحابة دخان وكذلك ادعو جميع مكونات ادعو جميع مكونات الشعب المغربي الى الوحده والتضامن وكذلك اخواني في منطقه الريف الى التضامن والوحده والى تجنب الخلافات والى تجنب اضاعه الوقت في المسائل التافهه من واجبنا نحن ان نضع اليد في اليد لتحقيق لتحقيق طبعا الافراج على جميع المعتقلين وايقاف جميع المحاكمات والافراج على جميع المعتقلين وتحقيق مقومات دوله الحق والقانون. و طبعا ازاحه هذه العصابه التي تتحكم في 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 في, في, في ثروات البلاد وكذلك تهين المواطنين بوصفهم باوصاف نابيه طبعا لهذا ان شاء الله سنعلن مستقبلا عن خطوات عن خطوات مهمه جدا على مستوى اوروبا واؤكد لاخواني في جميع الدول الاوروبيه انه سيتم الاعلان مستقبلا عن خطوات مهمه في حاله عدم وقف هذه المهازل والافراج على جميع المعتقلين في جميع المناطق سواء في منطقه الريف او في جراده او في المناطق الاخرى وكذلك في حاله عدم متابعه ومحاكمه وتحقيق العداله في مواجهه من قاموا بتعذيب إخواننا في المتواجدين بالسجون فإننا سنضطر وأكد على ذلك بأنني الآن سوف لن أكتفي بالكلام سأشتغل على المستوى العملي وسنشتغل إن شاء الله على المستوى العملي وسنحاول إيجاد الآليات الآليات القانونية و المشروعه طبعا السلميه وفي اطار القانون الدولي سنعلن عنها بتفصيل بقصد الضغط ووضع حد لهذه الهجمه الشرسه التي تستهدف الاحرار والمناضلين وابناء الشعب المطالبين بحقوقهم المشروعه سواء في منطقه الريف وكذلك في المناطق الاخرى الاخرى لهذا ارجو انه سيتم ان شاء الله الاعلان عن خطوات مهمه جدا سنعلن عنها طبعا سنشرع في العمل قبل الاعلان عنها على المستوى الرسمي ونقول باننا طبعا لن 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 يهدا لنا البال الا طالما ان اخواننا في السجون وكذلك لن يهدا لنا البال طالما انه لم يتم تحقيق العداله ومحاكمه المتورطين في التعذيب وفي الاهانات والممارسات اللا انسانيه والمهينه التي تعرض لها المعتقلين. يا هذا هنا اكتفي اكتفي هنا وحقيقة يعني هناك الكثير ما يمكن أن يقال لكن الوقت لا يسمح ولنا موعد إن شاء الله في في لقاء مباشر لاحق إن شاء الله وأؤكد إخواني في منطقة الريف أؤكد وأكد على الوحدة على الوحدة والتضامن وعلى تجنب تجنب الكلام الفارغ والتخوين الذي لا يستند الى اي اساس وكذلك ذلك الكلام الذي لا فائده منه ويجب ان نؤكد على الديمقراطيه فمن حق فمن حق فمن حق الجميع ان يعبر عن عن تصوراته وعن ارائه وعن ان يقدم الحلول التي يراها مناسبه وطبعا بشكل ديمقراطي وان يكون هناك العلاقات مبنيه على الحوار وعلى النقاش الهادئ وعلى الاستماع وعلى الابتعاد عن التخوين وكذلك عن التفرقه لان ذلك يخدم مصالح منظومه القمع والقهر وكذلك ينطبق نفس الشيء يوجه الى باقي المناطق المغربيه فكما تعلمون ان الاحزاب السياسيه والتي سماها الاخ ناصر الزفزافي بالدكاكين السياسيه هي تحالفت ضد الشعب وهذا نلمسه بشكل واضح بحيث انه مجموعه من الانتهازيين يسعون الى بركم مراكمه الثروات ولا يسعون الى خدمه الشعب. وهذا لامسناه مسناه كابن الشعب لامسته انه غالبا التزكيات تعطى بالاموال وتوزع الملايير كما تعلمون اثناء الانتخابات وبالتالي فان شغل الشاغل لهذه الاحزاب التي حقيقه يعني تجاوزها الزمن والتي فسدت وتعفنت وعليها وعلينا ان نرميها الى مزبله التاريخ لهذا أه 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 نؤكد على وحده وحده مكونات الشعب في مواجهه هذه الفئات الفاسده الناهبه المتواطئه على مصالح الشعب وعلى حقوق المواطنين وتحيه نضاليه وشكرا لكم